روح كبيره جدا الحقيقه، ومتعودين على كده منكم. الجمهور وسره وتحفيزه ليك وتحفيزه لعيبه النادي الاهلي السوبر ده بيمثل ايه لاكرم توفيق؟ الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا سبحانه وتعالى على الاداء. ويمكن الشوط الاولاني يعني ما كناش احسن حاجه، لكن الشوط الثاني نزلنا ركزنا في ال 45 دقيقه الثانيه، والحمد لله ربنا كرمنا في الاخر. نشكر الجماهير اللي ساندتنا ووقفت في ظهرنا، وزي ما قلتها قبل كده احنا بنموت نفسنا عشان خاطرهم، والحمد لله رب العالمين ربنا كفينا في الاخر وقدرنا نروحهم فرحانين. الكل كان جاهز، لكن الحقيقه لعيبه المنتخب تحديدا اكرم تحملت على نفسها بشكل كبير جدا، لان ما كانش فيه وقت لا نعمل ريكفري ولا استشفاء ولا نقدر نرجع. فبنقول لكم طبعا كل الشكر والتقدير لكم، واكيد كل الجمهور بيقول لكم كده. اتحضرتوا ازاي للامور دي لان ما كانش فيه وقت خالص يا اكرم؟ لا بص، هو لعيب الكوره دايما بيحب يفصل يعني، بيبقى فيه شويه اجهاد، لكن دول بيروحوا بمجرد انك خلاص نزلت الماتش بتركز اهم حاجه في دورك في الملعب، تساعد زمايلك في الملعب، تنسى التعب، لان انت لو ركزت في التعب مش هتعرف تلعب. ركزنا ان احنا دايما عايزين نجيب البطوله باي شكل، وربنا كفينا في الاخر يعني وكسبنا. تقول لكل اللعيبه الرجاله على ادائهم المميز جدا وروحهم الكبيره جدا، ولسه خلاص احنا دقايق وهنقفل الصفحه ونفرح وهنكمل في الفتره الجايه، حابب تقول لكل اللعيبه الرجاله؟ لا طبعا لعيبه رجاله، ويعني في الاول وفي الاخر دول عارفين ادوارهم وقد المسؤوليه. بقول لهم حاجه واحده، هي ما شاء الله.